أنا حاولت أطمنه وريح له قلبه، بس عليك ما رح خبي وضعها ما بيطمن بنوب. ليش اللي صار معها؟ يلا والله يا عبدو عم تسأل ليش هيك صار معها؟ يعني مرة بأول عملها لا أكل مثل العالم والخلل، لا شرب مثل الناس، ما بعرف شو هي المية اللي عم نشربها، كل شي عم يسرح ويمرح فيها، وتحتير وغبرة وحفرة وبرد وخيام ورجال عم تتهاوش مثل الكدش، ولسه عم تسألني إيه أنا ورح أقوم طولي. والله ما هيك حق، حكيك مظبوط. محمود وريني بعيدك، سرش لي خير صار.